لكن تحت الضغوط ألا يمكن أن تطبع الجزائر على مستوى الدولة مع الكيان الصهيوني؟ والله على مستوى الشعب الجزائري ليس هناك شعب مثله الحقيقة اليوم في مقاومة التطبيع. ماذا عن النظام؟ يا أخي أنا لا أتكلم على أنا أتكلم على النظام، وأتكلم على الأحزاب العلمانية، وأتكلم على الأحزاب الشيوعية. هذا موقفهم. وأتكلم على المتطرفين. هذا موقفهم، هذا موقف تاريخي. احنا عندنا عداء خاص مع الكيان الصهيوني. حتى يكون في علمك، الكيان الصهيوني كان حليف لفرنسا، كان متفق من فرنسا. اليهود في الجزائر كانت اعطيتهم فرنسا الجنسية الفرنسية، وكانوا يحاربون وكانوا يرتكبون اكبر الجرائم اللي يعجز عليها كيان فرنسا كان يقوم بها الكيان الصهيوني، وكان تحت إدارة شمعون بيريز رئيس الحكومة السابق. كان هو الذي يدير هذه العمليات الإرهابية عن طريق الهاغانا والأرجون. فنحن عندنا عداء خاص. نحن طردنا اليهود مرتين، طردناهم في 1500 عندما طردهم الشيخ المغيلي، طردهم شر طرده. وإلى اليوم مكاتب الدراسات الإسرائيلية تسأل لماذا هذا الشيخ يطرد الكيان الصهيوني ويحد زحف اليهود إلى إفريقيا. نحن من قمنا بحد هذا الزحف نحو إفريقيا لما كان اليهود يسكنون مدينة أضرار تمنطيط، وطردناهم بعد الاستعمار مباشرة 200,000، وانك حسين تقول 150,000 يهودي خرجوا عن بكرة أبيهم. الآن في الجزائر لا يستطيع أحد أن يقول أنا يهودي، بالعكس هي سبة عن كلمة يهود. فالمسألة متجذرة الآن التصريحات العسكرية وش راهم يقولوا الآن العسكر؟ يقولوا نحن الآن نواجه الكيان الصهيوني وستكون لنا كيان صهيوني على حدودنا. ما قالوش يواجهوا المغرب، وإنما عارفين بأنهم يواجهوا الكيان الصهيوني. فالآن يعني مقدمات نتاع جريدة الجيش في كل أسبوع جي 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 جريدة جديدة يتكلموا على الكيان الصهيوني بهذه العبارة، كيان صهيوني. لكن هل هناك خطر على الجزائر من هذا الموقف من الكيان الصهيوني؟ نعم، هي مش بسهولة بادير هذا الموقف، مش بسهولة. هذا موقف الآن ندر هذا الموقف من أي دول عربي، لكن الجزائر تقوم به يعني بجرأة وبشجاعة وبمبدئية، ليس مصلحية هنا. أنا ما كانش أنا مسألة مبدأ. إحنا لما إذا مشينا مع الكيان الصهيوني وش معناتها؟ يعني رانا نسبوا في التاريخ تاعنا، رانا نشتبوا في التاريخ تاعنا، رانا نشتبوا في الشهداء الذين حرروا. هذا الكيان الصهيوني هذا احتلال مثله مثل الاحتلال الفرنسي تماما. فاحنا نواجه الكيان الصهيوني، نواجه كل احتلال في العالم نواجهه كما واجهنا الاحتلال الفرنسي. هذه مسألة مبدئية يا اخي. برايك ما هي الدول الاخرى التي تقف هذا الموقف ضد الكيان الصهيوني اليوم سيد عبد الحميد؟ هل هناك؟ موجودة دول لكن موقفها ربما يقل عن موقف الجزائر، موش في هذه الدرجة. يعني حتى دول المغرب العربي يعني كلها، ليبيا وتونس، ولو أنها دول يعني لا ترقى إلى، وأنا أقول لك يعني الدول الإفريقية يعني ذكرتها قبيل مثل نيجيريا، مثل جنوب إفريقيا، مثل زيمبابوي، يعني كثير من دول. وأنا ربما نعطيك ربما صورة فقط حتى تكون حتى تعرف قدر الجزائر يعني في هذا الموضوع وفي التأثير على إفريقيا. أنا سمعت قبل سنتين تقريبا وأنا أتبع يعني أحداث اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فلما صادقت الأمم المتحدة لحل الدولتين ب 166 مقابل 6، يعني بعدها قام سفير الكيان الصهيوني وقال جملة واحدة تتبعتها بنفسي، سمعتها بنفسي يوم مباشرة، فقال لهم لو أن، قال لهم أنا أقول ما قاله السفير الكيان الصهيوني قبلي، قال لو أن الجزائر قالت بأن الأرض كروية الأرض مسطحة الشكل لصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنسبة 166 قبل 6، لم يزد عنها كلمة، قال هذه الكلمة وسكت. فالجزائر الآن عندها أثر كبير في الدول الإفريقية، وأثر كبير يعني في الكتة التصويتية في الدول الإفريقية. ولعل هذا الأسبوع فقط كان هناك لقاء كبير مع زعماء الدول الأفريقية، مع الدول الأعضاء في الدائمين الإفريقية في الأمم المتحدة، وكان التركيز على هذا المعنى. الآن الجزيرة ترتقي إلى أن يكون للدول الإفريقية دور كبير في الأمم المتحدة. يعني كان اجتماع في وهران يعني قبل يومين تقريبا، ويعني كانت في نتائج يعني ممتازة، والحمد لله تلقوا مع تونس والنيجر وكينيا. هذا الموقف